مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج لقاء خاص واستكمال هذه الشهادة مع الوزير والدبلوماسي السابق الأستاذ كمال بوشامة الآن نحن في الحلقة الخامسة والأخيرة اليوم نختم آه هذا الشهادة التاريخية في آه الحلقة الرابعة تحدثنا عن بدايات أحداث آه 5 أكتوبر 88 وكيف آه سي, سي بوشامة كيف حذر الرئيس آه شادلي بن جديد في أحد الاجتماعات في آه نهاية آه 87 من أنه آه الجزائر الآن تعيش على آه فوهة بركان وأنه هناك غضب وهناك هناك تململ، اليوم سنتحدث بالتفصيل عن أحداث أكتوبر، ما وقع بعدها كل الأحداث الكبيرة التي شهدتها الجزائر، سنتحدث أيضاً عن الأزمة، الأزمة الأمنية من بداية التسعينات إلى نهايتها، ثم نتطرق إلى مهامه كسفير للجزائر بدمشق بداية سنة 2000 إلى سنة 2004 وفي الأخير نتطرق في عجالة ل المشهد الحالي المشهد السياسي الاجتماعي الحالي في الجزائر سي اشكرك مجددا على استضافتك لنا في في بيتك خلي خلي نبدا من مم. احداث اكتوبر يعني في الحلقه الماضيه تحدثنا عن البدايات خلي مم. الان ندخلوا في مم. هذا الاحداث انا قبل ما ندخلوا نسجل قلت لي انه كنت في زياره صبيحه نعم. 5 اكتوبر زياره نعم. صديق نعم. وجالك ضابط ضابط شرطه نعم. وقال لك نعم. معالي الوزير هذا الساعه 9 صباحا قال لك معالي الوزير اذا امكن انه انت كنت في شارع شعبي قال لك اذا امكن انه تمشي لبيتك والوضع مش مليح وتاخذ سيارتك نعم. لانه سياره كانت فيها ترقيم تاع الدوله سياره رسميه لا هو في الواقع يا سي انس انت قلت تشكرني على الضيافه هذا لا شكر على واجب يعني انتم اللي جيتوا البيت وانا انا اشكركم لانه قلتها في الحصه الاولى تعطوني الفرصه باش يعني نتكلم على بعض من المواضيع ونشرح بعض من المفاهيم اللي كانت يعني غير غير معروفه يعني عند عند الناس وبالاخص عند الشباب. اولا لما كنت قدم يعني الحصه هذه قلت انه حذرت يعني الشادلي انا حضر الشادلي على المخاطر اللي كانت موجوده. لا هو في الواقع انا قلت بعفويه، قلت يعني كلام بعفويه يعني في مجلس الوزراء وكنت حكيت لك قلت لما قدمت يعني لـ 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 قدمت يعني التقييم نتاع نتاع النشاطات نتاعنا يعني لمده سنه يعني بالنهايه قلت له والله تكلمت على هذا انا اغتنمت الفرصه وقلت تكلمت على هذه القضيه يعني الشغب في الشغب في الملاعب وكذا وقرنتها يعني ربما تازم تازم الوضع يعني وقلت له بلي والله سيد قلت له سيدي راهي راي فيه هذا كله جاي يعني من أزمة السكن ومن البطالة كانت يعني بدات الأزمة الاقتصادية يعني عندها سنتين بدات يعني بعض من بوادر يعني هكذا نتاع خل... خلينا انت انت ندخلوا فيه إيه إذا لا باش ندخلوا في الموضوع مباشرة هو قبل ما ندخل في الموضوع سي أنس نحكوا لازم على المسببات لا المسببات هل أحسن اجتماعية نعم نعم. نعم اقتصادية سياسية نعم شوف فيها كل شيء أولا مسببات اقتصادية مسببات يعني اجتماعية وأيضا مسببات سياسية كيف ذلك؟ الشاذلي لما جاء في سنة 79 وانتخب رئيسا بعد بعد قيام المؤتمر، المؤتمر اللي كان شعاره الوفاء والاستمرارية. نقول لك الكلام لأنه باش نرجع إلى ما أنت سؤالك واحد يعني في الحصص السابقة قلت لي بلي يعني كيف لجا الشاذلي وقعت فيها ردة هذا على كلام طبعا أخونا يعني وصديقي وزميلي سي محي الدين عميمور. لا وأنا قلت ما فيش ما فيش ردة. لانه الشعار كان الوفاء الوفاء للمبادئ مبادئ نوفمبر واللي كان قائم عليها يعني كان يمشي عليها يعني السي رحمه الله والاستمراريه واستمراريه البرنامج اللي كان قائم يعني انذاك فاذا به من بعد يعني خمس سنوات من العمل خمس سنوات من العمل ادركنا وادرك هو يعني المسؤول الاول في البلد انه يعني كان لازم يكون فيه تقويم وهذا تقويم اللي وقع في 84 نعم تقويم هذا اللي وقع يعني في في 84 تقويم للسياسه ففكرنا انا ذاك مع الحزب ومش لوحده السي شادي مع الحزب انه نذهب الى اعاده النظر في الدستور دستور الجزائر ليش كان باش نقوم لانه عشر سنوات بعد الدستور الاول لازم ندخل ندخل يعني بعض من الاصلاحات في الدستور وهذا نظرا لما لماذا؟ نظرا لما يجري بالعالم في, في تعديل دستوري في 84 لا مش 84 86. عا في 86 اه في 86 ولكن بدينا في 85 مباشره بعد بعد المؤتمر يعني بعد التغييرات اللي نعم ايه بعد المؤتمر بدينا نشوف كيف نقوم يعني بعض من الامور والشيء الجديد في الدستور هو انه ادخلنا تسهيلات وانفتاح كبير على على ال على التجاره الخاصه وعلى الخواص بالجزائر. أه اذا ف كان من من واجب يعني السلطه انذاك ان ترى كل جوانب يعني الاقتصاد. ها؟ كنا القطاع الخاص ادخلنا عليه تعديلات كثيره. راحت يعني فيه واحد الشيء وانتم صغار يعني ما تعرفوش ما عشتوش يعني هذه المرحله. كانت فيه واحد واحد الرخصه لما تخرج الخارج انت تخرج برخصه يعني عندك جواز سفر ولكن تروح تدي من الدائره او من ولايه او كذا رخصه الخروج حتى بعض من الناس كانوا يضحكوا يعني وقت هذاك ويقولوا انه هذه يعني نديو الورقه باش نشم هوا يعني برا مع انه عندك انت تجاوزات يعني يعني فالشيخ شادلي حذف يعني هذيك انا باش ايه نفهم سي كمال نعم انه سي شادلي والرئيس شادلي بدا يعمل ايه تغييرات بدا ينفتح ايه ايه بالمقارنه مع نظام ايه الرئيس نعم بومدين ايه وانتم كنتوا ترافقوه في ايه ايه هذه نعم العمليه نعم هو لي هو الانفتاح هذا يا سي انس هذا ايه هذا ايه كله قبل ايه ايه تمانين ايه الانفتاح ما كانش عشوائي الفتاح ما كانش عشاوي، كان يعني مدروس وكذا و... 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 وانا ما نقولكش الان انه الانفتاح جاب نتيجه كبيره. لكن هل كيف هذا الانفتاح ما كانش يمنع إذا كان يمنع, ف... يمنع هذا هو هذا هو الكلام اللي حبيت نقوله انت راك تسبقني انت تسبقني الحوادث. قلت لك هذا الانفتاح ما هذا ما منعناش باش نكونوا يعني سالمين باش نكونوا يعني محماش أه أه البلاد او ما يعني يعني مضطرين إلى, مضطرين الى مضطرين الى اجتياز مرحله خطيره، لا يعني عملنا اللي كان علينا نعمله واستشهد يعني على راس يعني كل هذه الجماعه الدوله والحزب وغير ذلك والمؤسسات يعني تاع البلاد ولكن ولكن هذا يعني كان غير غير كافي لانه حتى الازمه العالميه بدات يعني بدات تبرز يعني في في ما هي نعم يعني في برا ونقول لك شيء فلربما اخواننا المتفرجين الان ينساوا هذا الشيء فالاقلاع تاع الشادلي كان ببرميل نتاع البترول بسعر 30 دولار وهذا في 78 79 يعني في بدايه الثمانينات ثم في 86 البرميل نتاع البترول نزل الى اقل من 10 10 دولارات شايف يعني الفرق هذاك الموجود يعني في وطبعا احنا جزائريين ما كناش يعني صراحة يعني هذه الثغرة الكبيرة الموجودة يعني عندنا إلى يومنا هذا بمعنى أنه بغير البترول الصادرات ما فيش يعني حتى حتى ماذا نكمل, يعني أحنا نكمل احنا راح على الواقع الحالي إيه؟ طبعا في نهايه الحلقه لا مش على ف... هل... الواقع الحالي نتكلم على هذا انت الصادرات تبعيه للبترول اي نعم اي إيه. تبعيه كانت تبعيه للبترول معليش نخلي هذا المثال لانه مثال مثال يدينا الى الى ابعد مكان الى ابعد مكان اذا آآ آآ كان. آآ 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 ف... خلينا نفصلوا سي كامل إيه؟ في المسببات انت تحدثت على الازمة الاقتصادية نحن نتكلم عليها الان نتكلم عليها الان فقلت المسببات وهي مؤشرات يعني خطيره كانت تلوح في الافق هكذا يعني تضمر تضمر يعني عند بين اوساط الشعب احنا لما لما رحنا باش نعملوا المؤتمر معليش يعني المؤتمر نتاع نتاع 84, 84 هذاك مؤتمر تاع 84 انا شخصيا مع السي محمد شريف المسعديه كنا اطلقنا يعني مسابقه لكل المناظرين عبر الجزائر باش يمدوا لنا شعار تاع المؤتمر شعار المؤتمر فالقسمات الخلايا وكذا الى اخره ولا يجيوا يعني كميات عديده يعني من الشعارات حتى مره يعني يكلمني المحافظ الوطني تاع الحزب اللي كان في تيبازا صديق يعني قال لي والله الاخ كمال عندي شيء نادر يعني جدا حبيت نقوله لك قلت تفضل قال لي تعرف هذوك الشعارات يعني جاني واحد دخل واحد قال له انا عندي شعار وحبيت نقدم لكم شعار باش تقدموه للمؤتمر قالوا تفضل اعطوا لي مكتوب، قالوا لا، قالوا نقولوا لك قبل إذا كان تكون عندكم الشجاعة والجرأة الكافية باش تديو هذا الشعار. الأخر اندهش، قالوا ليش؟ قالوا قول لي وليش ما عندنا الشجاعة؟ قالوا ما هو شعرك قالوا طاق على منطاق. قالوا هل تكتبوا من هذا الشعار؟ طاق على منطاق. طبعاً لما تحكي قضية مثل هذه اليوم في 2015 تخليك تفهم أنه زمان كانوا الناس اللي يتكلموا هذا الشاب جاء مضمر لما قالوا طاق على منطقة في عهد الحزب الواحد عهد طاق على منطقة وبالنهاية احنا لما خلاص المؤتمر تمينا المؤتمر من أجل حياة أفضل من أجل حياة أفضل وهناك بنقص يعني في أسعار البترول وبكذا وبكذا معليش يعني حتى السلطة ارتأت أن أن تفرفش يعني شوية الشعب يعني وتمد تنفس الوضع تنفس الوضع يعني في نفس الوقت قال معليش يعني خلقنا واحد النظام سميناه الباب مش البابا نتاع روما لا الباب هو لو بروغرام انتي بينوري هو ضد يعني ضد النقص وضد كذا ضد ضد النذره هكذا يعني برنامج ضد النذره ف تجي يعني ولا تجي وربما وربما في هذاك الوضع في هذاك الوقت بدينا احنا خلقنا بايدينا هذا كما دي تقول العجوزه نتاعك كانت تقول ايه يا شري الهم بالدرهم يا شاري الهم بدل. انت رحت شريت يعني الهم نتاعك رحنا جبناه من الخارج هذو ثلاجات وهذو كذا وهذو كذا نجيبوا يعني كل الاشياء اللي كانت غير موجوده يعني بالجزائر موجود استيراد يا غرب. ايه استيراد يعني وجيب وعمر وكذا ومد الناس على كل الناس تنفست يعني تنفست الناس ولكن ولكن يعني خلينا انفسنا تقريبا دخلنا في الكسل يعني قال يجيبوا نشري فقط يعني ما عملناش وهذا نفس الشيء كما قلت لك مره في حصه يا سي انس معاك نالي قلت لك يعني قلت كان نجيبوا يعني الـ 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 المنتوج الفلاحي نجيبوا من برا الثوم الصين وكذا الى اخره اذا فهذا وش واش يترتب عليه ترتب عليه التذمر بالبلد القضيه يعني بدات تتخطر رحنا للدستور الدستور درس من طرف يعني القواعد نتاع المناظرين والشعب في نفس الوقت كل واحد اعطى رايه جبنا هذاك حطيناه في حطيناه في في, في كتيب وانتخبنا عليه وفرحنا وقلنا خلاص يعني ممكن يعني نحاولوا كيف يعني نعمل انفراج في البلد ونعمل كذا ولكن الازمه يعني زادت تفاقمت في البلد تفاقمت بسبب باسباب كثيره سي <applause> كامل إيه؟ خلي انا انت تحدثت عن, يعني عن انا ناجي انا لنجعل على, الـ 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 على لا في المسببات تحدثت عن الاسباب الاقتصاديه والاجتماعيه لكن ما تحدثش ممكن عن الاسباب السياسيه إيه؟ هل إيه؟ أه إيه؟ انا ماذا لم... إيه؟ بك تحدثت شويه على البعد في احداث اخرى ما, أنا، ما أنا نختزلوش المسافه هكذا لانه في الاسباب الاخرى الاقتصاديه واش وقع الاقتصادية والاجتماعية يعني عندنا عندنا يعني الأشياء عديدة قتلنا الآلة آلة الإنتاج في الجزائر هذه كان الآلة نتاع الإنتاج في الجزائر حطمناها لو برودوي لوتي دو برودكسيون حطمناها في الجزائر دخلنا يعني في في التجارة العشوائية اللي رانا نعيشوها يعني الى يومنا هذا لا زادت تفاقمت الامور مع ازمه مع ازمه السكن مع البطاله, البطالة. اللي ضربت اطنابها يعني في اوساط الشباب. الشباب يعني انا وسيت يعني بعض من النقاط هنا يعني التبذير انتشار الرشوه يعني تهريب البضايع والاموال تهريب البضايع يعني من 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 الحدود نتاعنا والاموال لا اراك الله الاموال هما الاثرياء اللي كانوا يديوا الاموال يعني لبرا اليوم نضحك لما نشوف يعني في الجرايد قالوا لا فلان يتهموه ب 200000 دو دولار ولا 500000 دولار ولا كذا يعني الناس خرجت الملايين ملايين تاع الدولارات يعني البرة في البنوك السويسريه وغير ذلك اذا فهذا كله هذا كله وضاع 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 الازمه وضاع الازمه وكانت نعاود نولي البترول انخفاض اسعار البترول اللي كانت الضربه القاضيه للجزائر اذا ف لكن الان الان سياسيا خلي قبل ما إيه نتكلموا سياسيا لكن لكن هنا ممكن سؤال اللي طرح نفسه كيف نظام الرئيس شادلي اوصل البلاد لهذا النظرة السوداوية اللي يعني تهريب الاموال بطالة طيب استفحال البطالة طيب يعني, يعني, يعني كاين مشاكل كثيرة ممكن كاين مشاكل اللي جات بانهيار اسعار البترول هي ممكن مشاكل مفهومه لكن كاين تقول قلت انتشار الرشوه الحقره كاين كثير من اي هذه شوف يا شوف, شوف يا شاهدتها كانها شوف محاكمه للنظام شوفتها لا مش محاكمه الشهد. انا لا محاكمه للنظام كنظام وانما ليش يعني دائما دائما نحطوا يعني الشادلي او بومدين او اي انسان يعني في 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 قفص الاتهام هو هو يعني احنا كانت عندنا خطه يعني خطه سياسيه وجهه وجهه لانه لانه انت تحب يعني تسابق للأحداث الاحداث ولهذا الاسئله نتاعك لو خليتني يعني نكمل لك فربما ربما نكون على كل لا 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 لا, لان لا, لا تاك في تاك في كنا يعني في لال جوش ديتني لال دروات كما كما الفوتبال معليش تو فري ان بون فوتبولور يا انس اذا فقلت لك مع مع الدستور في ما كان بدايه القضيه لما كنا نحكيو على الدستور ونناقشوا الدستور فيه ناس داخل الحكم هذا هو اللي خليني نوصل إليه فيه ناس داخل الحكم اللي كانوا حابين يفتحوا الباب على مصراعيه الباب على مصراعيه بمعنى ماذا إحنا إحنا شعب يعني يعني مازلنا ما ما يعني مبتدئ في في في, في هذه الديمقراطيه وفي كذا وفي كذا، الناس حبوا يعني على مصراعيه ممكن لقاو يعني فائده في هذا في هذا النمط من الحياه، يعني اون يعني جينيرال، طيب احنا كنا في الحزب ولهذا يتهموا منه يعني يتهموا بمساعديه على ومساعديه ما كانش يحكم وحده يعني، قال لي باللي والحزب جبهه التحرير الوطني كان يعني يضبط كذا احنا واش كنا في الحزب؟ وراه قدامك يعني وقدام الناس اللي يسمعوا فينا من الجمهور انسان شاهد عيان وكنت يعني شاهد على لا 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 ف ف على التاريخ لانه كنت موجود يعني وقتها احنا قلنا لي نعم الانفتاح الانفراج نعم للتغيير حتى التغيير الشامل في كثير من يعني من الميادين ولكن نحافظ على المبادئ نحافظ عن المبادئ المبادئ. أي يعني مبادئ يعني في لا فيه مبادئ مثل. يعني يعني في مثلا بعض من امتيازات العمال في نتاع الدراسه في نتاع الصحه في كذا في كذا الى اخره يعني اليوم نتايا تجي خبطه عشواء من تصب نكون في نظام تغير النظام يعني راس على عقب وبعدين وبعدين خلينا نعملوه بالتدريج تعمل صدمه عادة. لا تعمل صدمه نعملوه بالتدريج هذا هو الشنائد اللي كان موجود يعني بين الناس انا حتى نتذكر حتى نذكر في هذا الموضوع كانوا ناس من من اخوان المسؤولين معنا يعني كتبوا اوراق لي لي لمسانده هذا التيار التيار تاع الانفراج يعني الكلي يعني شكون <applause> كان والله كانوا ناس يعني داخلين السلطه معنا يعني هذه هذه كتب... ما نقول لك سي كمال هذه تحدث في سنه اواخر 87 87 يعني لا بدات 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 من الاول بدات من 84 يعني من 84 ويا 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 جايه المؤتمر ويا ويا جايه هكذا اما الان تقول يعني شكون شكون انا كانوا موحدين بالرئيس الشاذلي يعني كنا إيه مع بعض إيه كانوا يحيطوا به يعني اكيد يعني الان 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 ممكن كان يمثلوا كان يمثلوا ممكن الان بالخير هذا الان المفيد المفيد يا سي انس هو انه الشعب يعرف انه كان في تيار هكذا وتيار هكذا اما الان يمثلوا فلان ويمثلوا فلان في من, من هو تحت التراب في من هو تحت التراب وفي من هو يعني باقي على قيد الحياه حي يرزق يعني ويحاسب طبعا ويحاسبون نحاسب كلنا يعني اذا ف قلت هذا التيار وهذا التيار لا لما تأزمت الأمور تأزمت الأمور ولهذا قلت لك يعني من إيه لا كنت نحكي لك يعني ففيه واحد من الإخوان كتب يعني ورقة طويلة عريضة يعني في المجاد كان وقتها المجاد اللسان المركزي يعني لكل الدولة ولجبات التحرير الوطني وغير ذلك كتب رسالة مخالفة تماما على, على 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 الاشياء اللي كنا نرمي اليها نحن يعني كجبهه التحرير الوطني والانفراج ولكن يعني بطريقه عقلانيه افكاركم <applause> يعني دي, <فاركو تصفيق> دي اذا فانا وقتها رديت على هذا كيف كيف لانه حتى وقتنا كانت ديمقراطيه حنايا هو تكلم انا تكلمت وقلت حذاري 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 فيه ثوابت في هذا البلد لا اليوم ما نقدرش يعني نجيك نقول لك والله التعليم التعليم يعني هذه نتاع المجانيه التعليم وكذا يعني نحي 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 وحنا عندنا شعب يعني زال ما خرجش يعني ما ما هذا هذا في 84 مازال مازال يعيش ويهات يعني ومخلفات الاستعمار وغير ذلك انت الطب هذا يعني قال والله ما كانش اذا فابقينا على بعض من المبادئ بعض من المبادئ ووصلنا الى الاصطدام والاصطدام كيف ذلك خليني نكمل سي إخوانا اخواننا لما وصلنا لهذ الدرجه البعض من الناس من لم يحبونا خارج الجزائر عرفوا اننا وصلنا الى نقطه الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الاشاره الحمراء الديون تاعنا الاشاره الحمراء الخزينه الاشاره الحمراء كل شيء نوزيتيو يعني نوزيتيو او بوان روج بين تيارين تيار المحافظ اللي كان في الافلام او تغيير المدروس نوزيتيو او بوان روج وبين تيار خوتنا نتاع برا خوتنا نتاع برا اللي عندهم ممثلين ممثلين تاعهم في البلد في الجزائر وهذا ما زالوا الى يومنا هذا يعني <applause> طبعا في فرنسا ايه قلت لك يعني في الخارج يعني الممثلين تاعهم يعني برا قصد حزب فرنسا يعني ايه برا فهذا هذا, هذا الناس هذو عارفين كنو زيتو او بوان غوج فسيرتان مون ربما يعني كما يقولوا رصوا على على الفتيله ايزون الومي لا ميش لا ميش ايتي الومي شيء وبعض هذا الناس يعني احداث الناس احداث اكتوبر, أكتوبر كانت أكتوبر مدبر كانت مدبره أكتوبر لا مدبره من الداخل قبل ما تكون من الخارج الخارج ساعد الخارج ساعد على على, على الانفجار الكلي ومدبرة من من اطراف من السلطه نعم لانه بعض من الناس كانوا يروا في هذا في هذا التفجير بعد ما الرئيس تكلم في 29 سبتمبر اظن يعني تكلم واعطى مثال يعني نتاع نتاع مصر والقفه ومش عارف ايه والناس يعني اللي عملوا اضراب على على الاسواق وعلى كذا يعني الرئيس تقريب كان ظاهر انه شعر انه, أي أنه أي يعني. ايه شعر بخطا خطوره بخطر والخطر وشعر انه يعني بدات 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 الامور يعني تضمحل تضمحل يعني كثير ولهذا قلت ما نقبلش يعني من اي واحد يقول يعني انه والله هذا تحكم الشديو اللي وصل هذاك هو بروحه شعار يعني اللي وصلنا يعني للخطر دق ناقوس الخطر الى تيغي سونيت الدراهم ولكن كانت الامور يعني انزلقت الانزلاق قاع وكانوا هؤلاء الناس يقولون ان هذا خروج الشباب للبرا كي نو سيف با في لي جون ما الشباب وكذا وكان حللوهم باش يخرجوا لانه حتى هما كانوا مضمرين الشوماج ها نتكلمك على الشوماج اذا كانت تسمح نقول لك كلمه واحده فقط الشوماج السكن البطاله يعني, يعني كان كان مشكل كانت مشاكل اقتصاديه واجتماعيه اقتصاديه كبيره والحضر متفجر, والحضر متفجر ايضا ويبحث عن فتيل فقط نعم الحجره ايضا فالفتيل اعطي له لهذا الشباب يعني من طرف أناس لانه كانوا يقولوا هذه ديناميكيه التغيير يعني هما سي يعني هذه الاطراف ايه اللي في السلطه اللي كانت يعني بتدفع نحو انفتاح إيه كبير وجدت في هذا الاحداث احداث اكتوبر يعني مبرر لها حتى إيه تصفي حساباتها مع هذا وش هي آه الافلان ومع هذا نعم لهذا نعم انا نعم كاين نعم كاين إيه لأن لانه دهمني شويه الوقت إيه. سي إيه سي لا انا انا نقول لك على الافلان لما كنت على الافلان إيه على الافلان إيه قفل الافلان إيه إيه من الشعارات المرفوعه نعم كانت نعم من الشعارات المرفوعه آه هو طبعا احنا نتحدث في التاريخ مساعدية آه سراق, سراق المالية هذا هو الشيء اللي حبيت نقولوا لك آه يا سي انس هذا آه هو هنا هذا هذا الكلام يعني, يعني لما لماذا الشباب يقول مساعدية رغم انه ما كانش في الحكم في كان في كان في, كان في الحزب ما كانش في ما تخلينيش إيه نكمل يا <applause> سي انس تفضل لما تخليني نكمل خليني نكمل نقول لك انا واش كاين انا ما ماجيك في هذه الامور انا في هذا الكتاب لو فلان أتيل جميع البور هل كان يوما هل كانت يوما جبهة التحرير الوطني بالسلطة في هذا في هذا الكتاب الذي أصدرته بعد حوادث أكتوبر في 22 صفحة كاملة عن حوادث أكتوبر وكيف جاء أكتوبر وبالتفصيل وبالتفصيل إذا ف يعني احنا يا انت تسال وانا نجاوبك ما نقدروش يعني والوقت يعني يداهمنا كما يقولوا ما نقدرش يعني نشرح لك كل شيء المهم هو انه انه يعني بعد يعني بعد تراماو كلهم على جبهه التحرير الوطني أصبح كبش جبهه التحرير الوطني يعني هي اللي كانت السبب في اخفاق الجزائر هي احنا اصبحنا يعني احنا لي احنا لي 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 فامبير احنا لي احنا لي يعني لي لي, لي, لي فسدنا يعني الوضع في الجزائر وفي كذا ومع العلم وانا دائما نقول هذا في هالكتاب وفي هالكتاب دائما نقول يعني انه جبهه التحرير الوطني لا حول ولا قوه لها وانما كنا كانت واجهه فقط كنا واجهه وكنا يعني في نفس الوقت كنا ك كنا ك كرجال مطافي يا بي دي بيرومان الناس اللي كانوا يحرقوا في البلاد وحنا كنا يعني نطفيو النيران طيب فطلعت شعارات مساعدية سراق المالية وكذا واش عملوا الشباب دفعوهم دفعوهم راحوا باش يكسروا حتى يعني رموز الدولة راحوا يعني حرقوا القسمات نتاع جبهة التحرير الوطني حرقوا المحافظات والاتحاديات وكذا حرقوا يعني كثير من البلديات هذه كلها رموز الدولة يعني بمعنى بمعنى الشباب واش قالوا قالوا يعني يا دوله احنا يعني ما ما راناش يعني راضيين عليك ما راناش راضيين عليك. هذا الغضب الجهاد بصح خليني اقول لك شيء اخر باش 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 نتموا هذا الموضوع يعني. لما لما تمت تبقى الدمار والاموات والدماء سالت والدماء سالت برصاص رصاص محلي رصاص جزائري يعني. فصبحت يعني بعض من التيارات في البلد استحوذت على الحركه وتقول يعني الحركة هذه جاءت من أجل الديمقراطية هذاك الأخ هذاك الشاب تاع باب الواد اللي يرقد لما تقصد الاسلاميين؟ اه تقصد الاسلاميين؟ اسلاميين والتقدميين ومن كنا نقول عنهم التقدميون او 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 شيوعيون بمعنى يعني هذا هذا الناس على الوضع الوضع يعني جاوا في طبق هذا هل... الغضب هذا بعض. الغضب هذا جاوا في طبق وما يعني اخذوا هكذا وبعدين يعني بعد لكن هذا ايه شيء منطقي يعني لا لا شيء منطقي يعني على كل حال شيء منطقي ومن بعد لعبوا لما لما وقع الغضب صبحوا الاسلاميين صبحوا التقدميين يلعبوا في الموضوع ويجيو للتلفزيون ويصبوا يصبوا غضبهم عن جبهه التحرير الوطني ويحكي, ويحكي 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 وبعد يعني تكون احزاب الحزب لما يتكون تدخل انه بعد يمدوا له يمدوا لي واسمه قسم من المال او كميه كبيره او او متوسطه من المال ويجي لتلفزيون ويبدا يعني وجبهه التحرير الوطني جبهه التحرير الوطني, الوطني سيت يعني كبش يعني, هي شماعه هي, هي, كبش كبش العيد كبش, كبش الفداء ويجي انت, انت, انت تقول انه بعض هذه الشعارات لم تكن شعارات عفويه مثلا تاع سعدية سلام لا اكيد مش شعارات طبخت او دبرت بليل يعني <applause> لا اكيد مشاعره عفويه <applause> ومن السلطه قلت انه من السلطه هي <applause> لانها دفل. لا لانها كانت مدبره انا قلت لك قبل ما ندخلوا لهذا الحصه انا كنت صباح صباح يعني انت صبيحه يعني 8 اكتوبر ديت بنتي المدرسة كانت صغيره يعني ديت ديتها للمدرسه ورحت عند واحد الاخ في شارع من شوارع الجزائر الساعه 9 يجيني شرطي ضابط انت على الشرطه اقول ضابط ومسؤول على كلامي ضابط الشرطه قال لي والله سي الوزير ماذا بك كان هذيك سيارتك قلت نعم لانه كان في ايماتريكولاسيون تاع الرئاسه قال لي ماذا بك كان طلع لبيتك تطلع لبيتك وتروح وكذا الى اخره لانه قلت وش, وش في واش كان خير ان شاء الله قال لي والله فيها, فيها, امور امور يعني مش مليحه ستجري يعني وبعدين راح هو نفس الشرطي فماك في هذاك الشراء يقول يعني لـ لـ للناس التجار يعني نزلوا الريدون نزلوا الريدون ف رحت يعني جيت للبيت ونسمع بالانفجار هذا كان يعني. اذا ف نقول لك السلطات بعض من الاخوان بالاخص السلطات الامنيه كان عندهم علم يعني اظن انه كان عندهم علم اذا 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 ما كانش عندهم علم يعني ما نسميهمش امن لازم يعني يتنبأوا يعني بهذا الامور والشعارات كما قلت كانت مدبره لانه شعارات جميله يعني جميله بالنسبه للاخرين لما تقول انت مسعديه سراق الماليه يعني كانه عنده صندوق وكذا ويجي يسرق الدراهم حينها اتصلت بمسعديه؟ ايه وش كان, كان وش, كان كان وش كان لا كان. انا اقول لك وقتها ربما ربما اصادف الناس بكلامي هذا ولا احد من المسؤولين كان ينتظر هذا الانفجار ولا احد من هذا المسؤولين كان ينتظر في هذا في هاد الانفجار حتى مسعديه والاخرين وكذا حتى في أنا يعني مسؤول يعني مسؤول كان في باريس راه صديقنا يعني علي عبار قال لهم والله استن شايد كل واحد يعني ولا يتراسل يعني في 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 الشرح والتحليل وكذا الى اخره مع مع انه يعني تكلمت مع مسؤولين كبار يعني قالك لك هذا ماذا سي سي اون بون دو فويو سي اون كذا الى اخره ما, ما انا في الفتره الاخيره مع آه معاكم. ما تحملوش يعني ما تحملوش وقت هذاك وقت وقت هذاك القوه نتاع الزلزال اللي وقع بالجزائر ما تصوروش ما تصوروش ابدا يعني. الان مع الربيع العربي ومع الاحداث الكبيره اللي وقعت في الوطن العربي الثورات وكذا يقولوا انه الكثير من الجزائريين سواء من اطراف شعبيه او مسؤولين يقولوا انه الجزائر عاشت ربيعها لا 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 في اكتوبر, اكتوبر 88 لا هذا غلط سمح لي هذا كلام هذا كثير يقول ايه يعني 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 انت سمعت اني سمع يعني يوميا بمعنى انه الكثير قال انا نامن انت مش تشوفوش انا طلع كنت طلع. انا كنت داخل في المعمعة يعني ما نقدرش اني يعني نامن هذا الربيع العربي يعني اولا فلسفه عميقه يعني طويله فلسفه عميقه لازم يعني ساعات وساعات نتكلموا فيها لا ممكن وبدا الربيع و... العربي في تونس بدا بمن بدا بالمثقفين بدا بالمثقفين يعني هذا مش حالتنا احنا يعني لا لا اذا فما نقولش الربيع العربي ما نقولش ربيع عربي لانه لما وصلنا للدرجه يعني من الخطوره احنا يعني وطبعا الربيع العربي ينتهي بما ينتهي بماذا؟ ينتهي بنتيجه في نتيجه اكتوبر تقول لي اليوم انتهي ولا الناس اللي يسمعوا فيها يقولوا راني نتكلموا برك يعني جاوا الاحزاب وجاوا كذا والديمقراطيه لا هذا هذا هو اللي فتح هذا هذا اعمال الشغب وهذا وهذا التذمر تاع الشباب فوضح. وخروج الشباب وحتى دمائهم اللي يعني زكيه طاهره لانهم ساكن راحوا ابرياء لازم نقولوا هالكلام راحوا راحوا ابرياء باش الاخرين اشتروا هذه هذه هاد البضاعه استحوذوا على هذه البضاعه وقالوا والله احنا كنا يعني في الشارع وكنا كذا في كان ف... كاين حوالي 500 كنا عملنا عملنا الديمقراطيه كان حوالي 500 قتيل يعني إيه اثر هذا الاحداث إيه وكان تعامل قوي من اجهزه الامن وتعامل يعني كان تعامل عنيف أه والكثير يقولوا انه اللي تسببوا في هذا التعامل العنيف لم أه يحاسبوا بتاتا شوف ذيك الوقت ذيك الوقت كانت قلت لك الخطوره وصلت الدرجه انه إنسان ما يقدرش يحكم على هذا ولا ذاك وهذا ولا ذاك المهم هو انه ليس بربيع عربي ليس بربيع عربي والاحزاب اللي جات من بعد جات من بعد لانه كانت في سياق انا مره قلتها يعني في قلتها في هكذا مقابله قلت لي بلي في جبهه التحرير الوطني ومسعديه بالاخص راه تحت التراب علاش يعني نزود عليه ولا نزيد عليه ولا نساوم عليه راه تحت التراب مسعديه وحنا كنا جماعه هناك قلنا لازم 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 يعني هذا هذا هذه التيارات السياسيه الموجوده في جبهه التحرير الوطني لازم نمدوا لها يعني اطارها الخاص بمعنى لازم يعني لازم لازم انفتاح سياسي خليني نقولك خليني نقول خلي لك بتقول واش تقول لكن ايه نسمع هذه الكلمه لا طبعاً لانه مهم واش انا نسمعوها طبعا لكن طيب بعد فاصل قصير ونواصل هذا اللقاء مع الاستاذ كامل بوشه مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الخاص والحلقه الخامسه والاخيره من الشهاده التاريخيه للاستاذ كمال بوشامل وزير ودبلوماسي السابق سي كمال انت قلت عندي كلمه وانا قطعتك مشيت الفاصل خلينا نسمع الكلمه إيه لا الكلمه هي انه كنا دائما في اكتوبر من مسببات يعني واش جاء بعد اكتوبر في الصحفيين بداوا يكتبوا فيه فيه الصحفيين اللي عندهم الجرأه وقالوا الكلمه آه الكلمه يعني الثابته آه الكلمه المثيره وفيه اخرين يعني بقوا يعني مع مع السلطه قالوا والله هذا شغب وهذا كذا ومش عارف ايه وكذا طيب ففيه نذكروا معليش يعني زبير زمزوم اللي هو معروف يعني معروف آه اطار الصحافه في في المجتمع نتاع الصحفيين، زوبيل زمزوم كتب يعني في ريفوليوشن افريكان اللي كانت اللسان المركزي اللي جبتها الوطني وللدوله يعني كذلك، قال والله الان الرئيس تكلم على الاصلاحات الاقتصاديه وكذا وكذا، لازم يعني لازم يروح بجراه وشجاعه كافيه الى الاصلاحات السياسيه، بمعنى يعني يفتح يعني الباب على مصراعيه للاحزاب. فواش ما قالش السيد يعني وانا, و... وأنا و... يومها كنت كنت عند مسؤول الاعلام بجبهه التحرير الوطني فاتكلم يعني اخ من الرئاسه قال له قال له واش هذا الكلام هذا هذا نتاع السيد هذا واش راه يقول واش راه كذا واش كذا الان وكذا وكذا الى اخره نادي الان و... والاخر قال لك شو قلت له يوم بعد قال صح واش قال له. واش واش قال؟ صب ربي صب يعني قال لي بلي عملتوا اصلاحات الرئيس نادى الاصلاحات الاقتصاديه وكذا والاجتماعيه، نروحوا للاصلاحات السياسيه بمعنى يعني نعملوا نعملوا على الاحزاب وانت وانت متفق معنا اللي يعني كنا يعني مع مساعدين كنا نتكلموا على هذا الموضوع. ف انا نتكلم معاه وكذا دخلوا اسمه جا ذاك السيد وصل من المكتب نتاعه وصل انا خرجت يعني باش ما حبيتش نضايقه قلت له زبير بقوا على اليوم يعني يرفد كوارت كورو لداركم وكذا كان الحال يعني ذيك النهار يعني طلع ذيك النهار خرج خرجوه ولكن بعد أسبوعين فقط الرئيس يتكلم ويقول يعني لزاما علينا أن نقيم الإصلاحات السياسية يعني كان, كانت كانت كان تذبذب كان كان تذبذب وكان كذا كان نعم إيه. الآن, الآن ايه الان في الان, الآن تسالني على نتائج يعني هذه طبعا الان احنا نعم بعد انا بعد 27 سنه من طيب من هذا الاحداث وجرت الكثير من الاحداث جرت الكثير من لكن يعني حتى نختم هذا المحور مم. انت عشت هذه الاحداث وكنت مسؤول كنت حديث عهد بالمسؤول يعني هذا من خرجت من المسؤوليه كيف تقيم يعني هذا ايه من الصعب الان بعد 27 سنه فيما نجح اكتوبر مم. يعني ما هي من الصعب بمكان ان نضع يعني نضع تقييم ايجابي لهذا اكتوبر ما نقدرش انا اقول صراحه انا كنت كنت يعني حتى يعني فكريا فكريا يعني تعبت يعني تعبت لانه شباب اهدرت دماؤهم هكذا شباب يعني ضحاوا يعني من اجل من اجل ولا شيء يعني لانه بقات يعني وكان وكان هذوك الشباب وشفنا لهم وشفنا الدماء نتاعهم والتضحيات نتاعهم واليوم صلحنا انفسنا ما صلحناش اليوم. لكن بعد خ... بعد 27 كان... سنه يا سي انس ما زلنا يعني في اخطر نعيش اخطر المشاكل لكن كان يقولوا النتيجه كان, كان, كان كانت مكتسبات يعني مكتسبات سياسيه الانفتاح السياسي الانفتاح الاعلامي جو يعني معين لا من من هذه هذه اسمع اسمع يا هذا هو السوق كذا انتم تتكلموا انتم صحفيين تتكلموا يعني وكانوا يعني حليتوا الكمبيوتر حليتوا جوجل وشفتوا يعني البرامج وتقول يعني لا 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 الانفتاح الانفتاح السياسي يا اخي قلت لك الرئيس تكلم عليه تكلم عليه وقال لي بلي لازم نفتحوا يعني نفتحوا الميدان السياسي يعني انت ما انت ان اكتوبر ولديه. هي اللي دفعت نحو لا لا اكتوبر كانت من المسببات ما ما سرعت ممكن, سرعت, ممكن سرعت, سرعت الامور ما نقولش بلي اكتوبر ما كانتش يعني وانما ما خلقوش اكتوبر اللي باش يخلقوا اكتوبر ما 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 خلقوهاش باش باش يفتحوا باش باش على الاحزاب وعلى الديمقراطيه وعلى كذا وعلى كذا راك فاهمني كيف يعني انا قلت لك انه اكتوبر جاء جاء يعني جاء من التذمر من بعد يعني اللي كانوا مستترين التيارات السياسيه برزوا بعد ما وقعت التضحيات وكذا والرئيس فتح يعني المجال السياسي وهما يعني راحوا يعني هذا ممكن نجاح وانما نجاح على 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 رؤوس على رؤوس اليتامى على رؤوس من ماتوا من من ماتوا سمعت هذا هو هذا هو الشيء يعني الثوره نتاعنا الثوره معروفه تضحيات جسام ثوره نوفمبر تقول <تخلين> لي ما هي النتيجه هو الاستقلال استقلال وسياده ورانا الحمد لله ورانا يعني عايشين في السياده مشاكلنا وانما عايشين في السياده اما اكتوبر مات وقعت تضحيات من طرف الشباب وكان لزاما على الدوله يعني باش يمد هذيك الورقه يعني لـ لـ بعد الاحزاب السياسيه نعم. بعد اكتوبر طبعا انا حبيت نقول انه اكتوبر مش الاحزاب السياسيه هذا هو كلامي اللي عملت يعني اكتوبر هذا مكان استوحدت استوح استحوذت عفوا على اكتوبر على في لا ريكوبيراسيون لي بليس ني مور بعد اكتوبر طبعا إيه. وقع دستور 89 وتم الانفتاح السياسي الاحزاب السياسيه ووقعت الانفاني. لا الدستور في 86 لا دستور 89 نحكي على دستور 89 لا 89 دستور استو... 89 دستور اللي فيه تعدديه سياسيه صار... إيه لا لا مج... مش إيه هذا مسترق. انا احكي على الدستور 89 اللي إيه إيه يفتح المجال طيب لأن... لأ لانها كنا نتكلموا على على انت كنت كنت ل... الأل... تتحدث عن المسوده يعني كنت تتحدث على عن الافكار نتحدث الان عن الدستور 89 اللي يفتح الاحزاب وفتح التعدديه وشفنا الانتخابات الانتخابات المحليه والانتخابات التشريعيه واللي فاز فيها فازت فيها الجبهه الاسلاميه للانقاذ وحزب جبهه التحرير انت كنت قيادي فيه تعرض رصب 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 تعرض لهزيمه إيه لي أن انا تعطيني تعطيني إيه يعني يعني جوله جوله سريعه إيه في على في كلمه بسيطه يعني برك سي انس في كلمه بسيطه هو حزب ما حزب وكذا قلت لك يعني كتابات هذه كلها وانا شرحت في هذه الامور كلها الى اخره لا لا الحزب رصب في الانتخابات من اجل تراكمات عديده وقلت لك لما اكتوبر جاء حملوا جبهه التحرير الوطني ب ب بمسؤوليه بمسؤوليه الأخ... الاخفاق في البلد الاخطاء كلها طلصوها على جبهه التحرير الوطني طيب ومن بعد عملوا عملوا ونقول عملوا عملوا لانه الناس اللي كانوا يعني غربال باين نرجع للكلمه هذه لي زوازو دو موفيز اوغور كي اونتوري لو عملوا له يعني عملوا له ماذا؟ عملوا له عملوا له قانون قانون تاع الانتخابات اللي كان يعني حتى يعني الجبهه الوطني ما تنجحش فيه وكذا الى اخره فنجحت نجحت نجحت, نجحت جبهه الانقاذ الاسلاميين نجحوا ونجحوا علاش؟ هو الناس راحوا راحوا انتخبوا ب بمفردهم هكذا الناس انتخبوا يعني بعقيدتهم ها الناس انتخبوا برغباتهم اسمح لي انتخبوا برغباتهم انا عندي صديق ابدا ولا صلى في حياته انسان لطيف انسان لبس به كذا رحت شفته قلت له قل لي نهار الانتخابات من بعد قلت له قل لي يا فلان انتخبت على مين قال انتخب ضدكم بهذه العباره انا ما كنتش في السلطه يعني كانت سويت قال لي قال لي انتخبت ضدكم قلت له ما فهمتش ما فهمتكش وي وي قال لي جي فوتي كونتر فو مي علاش فوتي كونتر دونك كي شكون انتخبت قال لي انتخبت على الفيس ضدكم ما عنده ولا صله يعني حتى بهذا الصلاه ولا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كذا الى اخره لكن الحركه الاسلاميه كانت نشطه يعني, يعني هذا سنوات الثمانينات كانت نشطه صح نشطه وفيه, وفيه 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 واش قلت الان فيه انتخاب عقابي يا يعني ان فوت سونكشون. انت تخبض ضد الدوله تخبض ضد الدوله يا انس تخبض ضد الدوله فين الانصار انت 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 الجبهه جبهه الانقاذ يعني انت انت اسمه فين انت في الاسلاميين وانما غالبية غالبية الشعب انتخبوا يعني ضد يعني ضد الدوله رد فعل على سياسه رد, ف... رد, فعل رد فعل يعني لانه خلاص أنت قلت انا انت... لما لما جاء اكتوبر باش نفهموا باش ما لا باش ما تخلينيش يعني وخلينا يفهموا بلي عندي تناقض في كلامي لا انا قلت لك يعني كنا ماشيين مشيا باش نصلحوا باش نفتحوا باش كذا الى اخره قلت لي انت يحملوا الشاد قلت لك لا حتى الشاد يعني تزلبح يعني تقريبا بكلمات نتاع الدرجه في هذا الموضوع وصلنا الى اما منعرج وين قلنا فعلا يعني غلطنا يعني غلطنا ما كناش حاسمين فلا ربما ما كناش كذا الان كيف نجح يعني لوفيس نجح لوفيس لانه كان الوضع يعني الوضع خطير في البلاد تعفن الوضع في البلاد شاف كيف انا تعفض الوضع في البلاد أنا هذا هذا هو الجواب انا يعني. انا في شهاده شهادة لمحي الدين ميمور يقول انه الفيس وهذا كلام قالوش غير عمي قالوا قالوا الكثير بيه. من الشخصيات يقولوا انه الجبهه الاسلاميه للانقاذ يعني كانت اطراف في السلطه دفعتها للانتصار بطريقه غير مباشره من خلال قانون الانتخابات من خلال اضعاف الافلام في ذوق الحمد لله راك صلحت قلت اطراف السلطه ما قلتش قلت ايه هذا قلت يعني. انا نتكلم على الاطراف هذوك هما اللي هما اللي دربوا يعني اللي هما اللي دربونا هما اللي عملوا اطراف السلطه هذيك يعني لانه لانه الناس لما يحبوا يوصلوا هما بذاتهم يوصلوا للسلطه ما عندهم لا ضمير ولا اي شيء هذا هذا هو, هو الكلام هذا هو الكلام وفي هذا وفي هذا الشرح يا انس خويا يعني يطول يطول بنا نقدر يعني نروح نروح معك بعيد 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 يعني ساعات وساعات لانه ما نقدروش نشرحوا هذه الامور يعني هكذا يعني في ظرف خل... في أنا... في هنيه صغيره طبع. يعني اذا فالمهم كيف نجح نجيب حد جب الجبهه الاسلاميه انت قلت انه تصويت عقابي وكنرجع لا التصويت عقابي أكيد على يعني. على سياسات الدوله يعني نعم, نعم إيه سياسات الدوله بيان سور وهذو كلهم كانوا ما فهمتش واش قلت من الاول قلت كي قلت كان حتى قانون قانون الانتخابات ومين مين عمل قانون الانتخابات؟ يعني جبهه الانقاذ ولا هي إيه هذه الاطراف الاطراف هذو نتاع بمعنى بطريقه اخرى راني تجاوبت يعني ما عملوها يعني في كلامه يعني هذا يعني اطراف الدوله ساعدوا شوف كانوا كلهم يصبوا يعني في كيف يعني كيف تتحطم الدوله وبالاخص كيف تتمزق جبهه التحرير الوطني. انا الان حاب ناخذ ايه؟ منك موقف يعني ايه نعم وانتصر الفيس, الفيس وهزمة الجبهة التحرير الوطني مم. وقعت أحداث وقعت بدأت الجبهة ممكن كانت مم. الطرف تقول أنه تهدد الديمقراطية مم. وحيطلعوا بالسلم بعدين يرمون هذا آه السلم آه شفنا البلدية الإسلامية شفنا صح. يعني مم. الشارع كان يثور وكان كان كثير من هي. الوقت حاب ناخذ منك موقف حول توقيف المسار الانتخابي ويعني الغاء هذا النتيجه لصالح الجبهه الاسلاميه للإنقاذ <applause> يعني انت هذاك الوقت كيف هل كنت إيه أنا مؤيد ما انا هل ما نروحش انت انا ما نروحلكش يا سي يا سي انس انا ما نروحلكش يعني بطرق ملتويه انا أقول لك مباشره غلطه كبيره يعني من طرفنا يعني من طرف السلطه او اللي انت, أه؟ انت حينها كنت مؤيد لهذا القرار حين لا لا ما كنتش مؤيد القرار لان انا كنت على حدة لا يعني في قرارات نفسك أنا, يعني. كنت انا كنت انا كنت انت هذاك الوقت انا كنت انطر بنو شداد قبل 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 يعني لا لا لا, لا قبل انعتاقه يعني من قبل انعتاقه يعني من من, من, من العبوديه راح له هذاك المعلم نتاعه قال له كانت الحرب شدت اوزارها يعني وقتها هذه باش نحكيوها معليش يعني في في زود دقائق في دقيقه يعني قال له هذاك المعلم تاعو قال له كر يا عنتر قال له العبد لا يكر ولا يفر من بعد يعني جات مثل الحرب يعني والناس طيحوا وكذا زاد عاود له قال له كر يا عنتر قال له العبد لا يكر ولا يفر هو قاعد مقيل تحت الشجره المره الثالثه قال له كر يا عنتر فانت حر فطلع فوق الحصان وبدا يعني يحارب عنتر شوف هذا مش معنى انه نقول لك انا ما خديتش موقف وما ناخذش ما عم ناخذ موقف لانه صوتي يعني غير مسموع انا كنت في بيتي وانما وانما في ضميري صراحه انا كنت ضد هذا الموقف، ليش كنت ضد هذا الموقف؟ لانه طالما انت فتحت الباب انت يعني ساعدت وانت عملت كل شيء، خلي الناس يعني يروحوا للمحك يروحوا للمحك ونشوفوهم يعني يقدروا ولا ما يقدروش، لا،, لا لا كنا صراحه يعني هما لوحوا هذاك السيف يعني انت على, انت على الخطر لوحوا سيف الخطر ويقولوا لو بقوا يعني في لو جاوا السلطة هؤلاء الناس يذبحوا يعني كل الناس ويعملوا كل الناس هذا يعني كلام مبالغ فيه كثير يعني خليهم يروحوا المسؤولية ونشوفوهم يعني عند المحاكم يعني اذا كان يقدروا ولا ما يقدروش وكان اكيد يعني لو وما يقدروش فعلا يعني ما يقدروا لانه يعني كانت القضيه يعني كانت كانت متازمه كثير لو كانوا يعني الناس تعرف يعني بلي ما, ما يوفقوش وما كذا وما كذا هذا هو يعني خلي اه نكون صريح يا سي طبعا طيب. أنت يعني واضح انه كنت ضد توقيف المسار الانتخابي لا طالما و... انت خلقت يعني هذا المسار وخلي يكمل لكن اللي وقفوه إيه. كانت عندهم مبررات ايضا يعني إيه هم لهم. على كل حال عندهم مبررات قالوا انه هنا كان هناك تهديد للدوله وشفنا شعارات لا ميثاق للدستور قال الله قال الرسول شفنا يعني شفنا بعض الشعارات اللي ممكن كانت خارج ال... اي طيب ولكن ولكن والاحزاب الاخرى يا اخي ظهرت الاحزاب على الساحه يعني ها الاحزاب الأحزاب ظهرت على الساحه ولا جات جات يعني تستاسد تستاسد لما جاءت للتلفزيون وتسب في جبهه التحرير الوطني كانت الاحزاب كثيره يعني مع الفيس استأسدت ضد جبهه التحرير الوطني ليش ما تستاسدش ضد يعني هذا الحزب الإسلامي لا دستور ولا, ولا 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 كذا ولا كذا ولا قال قال الله قال الرسول يعني كانت يعني تقاوم يعني في الساحه هذا هو الشيء انا كل هذا هذا ماضي وفيه ناس تسمح لي فيه فيه يعني مؤرخين وفيه محللين اللي يقدروا يعني يتكلموا في هذا الموضوع ويمدونا يعني يمدونا الموقف يعني الموقف يعني المليح والموقف الرسمي اللي ممكن شبابنا يعني غدا يمشيوا يمشيوا عليه ويكتبوا التاريخ يعني خلي نفتح مرحله إيه جديده ومرحله إيه مهمه ايضا إيه في حياتك سي كمال إيه هي مرحله توليك وتمثيلك للجزائر كسفير لها في في سوريا سنه سنه 2000 انت رئيس شادلي لما يعني انها مهامك نهايه 87 قالت سنستدعيك لمهام اخرى وانت انتظرت 13 سنه حتى جاء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقه وعينك كسفير للجزائر في دمشق لو تحكينا يعني بايجاز عن حيثيات هذا التعيين ويعني كيف وجدت سوريا كيف ونعرف أن الجزائر عندها علاقات عميقه ويعني معقده مع سوريا يعني كاين جزائريين في سوريا كاين صراع العربي الاسرائيلي كاين يعني كان بلد مهم, مهم للجزائر إيه تعييني في سوريا انا اعتبرته يعني شيء شيء مهم جدا شيء مهم جدا اولا كان كانت تعييني هو المعامله بالمثل لانه السفير اللي كان موجود هنا بالجزائر انا صديقي وزميلي من زمان يعني سفير سوريا سفير سوريا يا أه حمادي يعني الاخ حمادي لا لانه كنا نلتقي زمان يعني في اطار الاجتماعات الشبابيه وغير ذلك فهو كان عضو القطريه، عضو القياده هناك يعني والرئيس عينه بالجزائر. انا الرئيس ارتأى انه يعني لازم تعين بالمثل يعني شخصيه فأنا كنت إيه انا كنت بالقياده، القياده الحزبيه طبعا وعارفين انه نعرف يعني هذا سعيد حمادي فيعني تعينت هناك وفعلا يعني كنت كنت فرحان كثير 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 نقول لك الصراحه يعني لانه يعني نكون نمثل الجزائر بسوريا، سوريا بلد عظيم، ثقافه كبيره، حضاره عميقه يعني في ف... تقارب بين الشعبين الجزائر نعم مش, مش تقارب يعني عاطفي مش فقط تقارب في التحام عضوي بين بين الشعبين لماذا؟ لانه لانه احنا طيب يعني كانوا الجزائريين من زمان يعني من من القرون الغابره في التاريخ كانوا يرحلون الى الى سوريا الى الشام بلاد الشام نعم احسنت يعني لما كانت بلاد الشام وهذا خلاهم يعني باش يحضروا حتى في معركه حطين يعني ايام الحروب الصليبيه سيدي بومدين يعني سيدي بومدين شعيب هو اللي اخذ يعني اخذ الوفد الجزائري اللي كان كبير يعني والوفد يعني زاد كبر 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 كذاك ووصلوا هناك وحضروا في معركه حطين وتغلبوا على آه على الـ الـ آه النصارى. النصارى هناك يعني على الصليبيين الصليبيين ودخلوا القدس منتصرين وصلاح الدين الايوبي بهذا النشاط الكبير اعطانا ماذا؟ اعطانا ارض كبيره جدا بـ بـ بالطبريه بالطبريه اللي يسموها عين الكرم حي الكرم ثم حي كله يعني حي كبير بالقدس الشريف حي المغاربه حي المغاربه على اساس انه ناس جاوا من الغرب يعني مش مش من الغرب بمعنى مراكش يعني مش مروك كما يقولوا آه يعني لا يعني المغرب العربي نعم المغرب بي. فبقوا هناك الجزائريين و ودخلوا يعني مع الشعب السوري واندمجوا في الشعب السوري وتزوجوا وانجبوا وتكاثروا و رؤساء لسوريا ورؤساء حكومات من اصل ايه نعم الجزائر نعم 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 هذا يعني انت اختزلت المسافه كذا وعندك الحق نختزلوها لانه ممكن يعني في الامير عبد القادر ايه يعني لأن هذه ايه مرحله ايه انت ايه عندك فيها كتاب ايه نعم ان ناخذ ايه يعني يعني هو لما كانوا يعني ووجودهم وجودهم يعني وجودهم يعني مثير هناك يعني بالجزائر الجزائريين وهذا عبر كل عبر كل العصور تاريخ السوري تاريخ السوري يعني خلينا يعني معليش نختزلوا لما جاء الامير عبد القادر الى سوريا القى جاليه كبيره جدا هما الناس اللي ما تقولوا الناس نتاع سوريا يعني هناك يقول راحوا مع الامير عبد القادر لا لا الامير عبد القادر جاء كان في السجن كان في امبواز جاء مع الأقربين المقربين ومع العائلة ودخل أولا إلى تركيا بقى سنتين ثم دخل إلى في 1855 دخل إلى دمشق دخل وكان دخوله هناك يعني كما دخل, كما دخل صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاره بعد انتصاره ففيه ففيه يعني مثقفون كثيرون حكاوا يعني على هذيك هذاك الدخول يعني لي 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 اللي في مستوى كبير 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 جدا حسب عظمة الرجل يعني إذا فهذا يعني لقى, لقى جالية كبيرة وبدأ يشتغل مع الجالية لأنه عنده مادة الخام والجالية ما كانتش يعني كما زيميغريا كما يقولوا كما المغتربين اللي موجودين يعني في كثير من البلدان مش تاع كندا لا انت على في أوروبا يعني لا هذوك راحوا عمال بسبب يعني بسبب الثورة هنا بالجزائر ظروف يعني أخرى أما الآخرون فيهم المثقفون كثيرون أه وهذوك المثقفين هذوك أطروا أطروا يعني كل هذاك الشعب الجزائري الموجود هناك وأعطوا لهم يعني سبغة ثقافية كبيرة ف ما وجدنا من من كتاب ومن شعراء ومن 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 مسؤولين بالديانة يعني من فقهاء ومن كذا ومن كذا هناك يعني والأسامي بارزة ما يكفيناش الوقت يعني باش نتكلموا عليها دخل لي من عبد القادر تحصن هناك ودخل دخل يعني المذهب المالكي و و استغل يعني هذاك هذوك الجزائريين الموجودين معاه ساعدوه وعمل اشياء يعني لا تطاق ما نقدرش يعني نحكي لك على واش عمل يعني لكن خلى اثر كبير إيه خلى اثر كبير خاصة بين الصلح بين إيه المسلمين والمسيحيين المسلمين المسيحيين يعني يعني انقذ يعني انقذ اكثر من 15000 ألف, الف مسيحي يعني لما ذبحوهم دروز وكذا هناك فتح هو اللي فتح يعني قناه سويس هو اللي كان على فتح و, و دو ليسابس يعني هو المهندس يعني وانما بسبب الامير عبد القادر باش فتحت قناه السويس وهذه في حكايه طويله انا كتبتها في الكتاب الامير عبد القادر كان يعني في تاخير دخول الاستعمار الى بلاد الشام لمده 60 سنه الاستعمار جاء باش يدخل في 1860 ووقف الامير عبد القادر بالمرصاد ضد يعني ضد المعمرين الفرنسيين فدخلوا في 1920 شاف يعني 60 سنه بعد بعد موت يعني الامير عبد القادر لانه يعني توفى هناك في 1883 83 اذا ف 60 سنه باش دخلوا وبنا مدارس وبنا احياء وبنا شعب يعني شعب كبير يعني على كل الاخ انس انا ماذا بيا باش الناس يعرفوا انه النهضه الصحوه الاسلاميه والنهضه العربيه الثقافيه العربيه اتت على يد هؤلاء الناس بداها الامير عبد القادر واتمها الشيخ طار الجزائري والشيخ الشيخ الهاشمي الهاشمي بن يلس والشيخ الاخر وكذا مشايخ كثيرون اما عن الحكم واحد من احفاد الامير عبد القادر ابن ابنه ابن علي ابن علي كان اول من رفع علم سوريا وأعلن عن تأسيس الجمهورية العربية السورية وكان في حكومته كرئيس حكومة بعد 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 إجلاء بعد جلاء العثمانيين أعلن على على الحكومة السورية هذه اللي فيها أربع جزائريين وزراء وزراء طيب وروح وجي يعني مؤخرا لما كنت انا سفير من كان من كان إلا إلا قبل قبل عفوا كنت نروح نروح انا في وفود عديده يعني لسوريا انا رحت لسوريا كذا من قبل ما نتعين يعني اذا فنعرفها يعني